الحكومة بتنفي في تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها. الحكاية إيه؟ الحكاية إن امبارح ظهر على المواقع التواصل الاجتماعي اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عليها من شوية دي ورقة تبدو إن هي عقد، والعقد ده فيه أختام معمولة كأنها أختام فريش، يعني أختام حقيقية. والعقد ده بيقول إيه؟ العقد ده بيقول إن مصر باعت أو إدت حق انتفاع قناة السويس 99 سنة لدولة. مين هي الدولة دي يا أولاد؟ قال لك دي إسرائيل. وبجد ده بكلم جد، يعني ده حاجة موجودة يعني. ومين اللي ماضي بقى؟ جايبين لك بقى إمضة سيد الرئيس، إمضة رئيس مجلس الوزراء، وإمضاءات تانية كده أجنبية، وحاجة يعني ما يصدقهاش عيل صغير. لكن عشان شكل العقد كان يبدو إن هو شكله لطيف كده ومعمول بحرفية، ويبدو إن اللي عامل ده ممكن يكون شخص وممكن تكون مؤسسة معادية وممكن تكون جهة أمنية خارجية، ممكن تكون عمل مخابراتي، ممكن يكون أي حاجة. لكن الهدف منه إيه؟ الهدف منه إن هو يقلل ثقتك في البلد، ويقلل ثقتك في رئيس الجمهورية، ويقلل ثقتك في الحكومة، ويقول لك الناس دي كلها خاينة. هو الهدف من ده كده. بس أكتر حاجة عجبتني في القصة إيه؟ هيئة قناة السويس وسيادة الفريق أسامة ربيع ليه عمل إيه؟ رد بسرعة، ودي كانت أجمل حاجة حصلت بيه الأمس. أول ما شافوا الخديعة اللي بيعملوها وبيحاولوا يشربوها للناس امبارح، قناة السويس خرجت ببيان سريع جدا وقالت إن مصر مش ممكن تعمل كده أبدا، وقناة السويس اللي خدناها بالجهد وبالدم وبدم ولادنا واللي مات فيها آلاف المصريين، واللي آلاف المصريين ضحوا بدمهم عشان القناة دي تبقى موجودة، وهي شريان لمصر كلها لها ومركز عالمي للملاحة العالمية. مصر مش ممكن أبدا تتنازل عنها. مصر اللي في 56 رجعت قناة السويس وحصل العدوان وحصل وحصل، مصر أبدا ما تستغناش عن أرضها، مصر ما تستغناش عن قناتها، مصر ما تستغناش عن ملكيتها. قناة السويس جايين تلعبوا يعني في حتة اللي هي ما فيهاش لعب وما فيهاش حد ممكن يكون يصدقكم. أنا معجب جدا ببيان هيئة قناة السويس وسيادة الفريق أسامة ربيع اللي خرج واتكلم في وسائل الإعلام، مش بس البيان الإعلامي اللي أصدرته الهيئة القناة السويس. إحنا ممكن يكون عندنا مشاكل اقتصادية، ممكن يكون عندنا حاجات كتيرة جدا، بس أنا وإنت عارفين أني رئيس البلد اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناس اللي بتشتغل في الحكومة المصرية، ممكن أنا وأنا قاعد دلوقتي أقول لك الوزير ده ما عملش اللي عليه، الهيئة دي ما عملتش مش عارف إيه، لكن عمر ما حد فينا يقول إن الناس دي خاينة أو الناس دي ممكن يكونوا بيبيعوا البلد. الناس دي أمناء، وما فيش مصر يتحمل مسؤولية يبقى غير إن هو أمين على تراب هذه البلد. أرجوكم اوعوا تتفاعلوا مع أي شائعات أو مع أي كلام ممكن يتقال. مصر عمرها ما تبيع قناة السويس، مصر عمرها ما تأجر قناة السويس ولا بمال الدنيا كلها، لأن في أمور كتيرة في حياتنا لا تقدر بثمن. براعة التزوير. بشوف براعة التزوير، اللعبة على إن الورقة اللي يشوفها كده بشكلها والإمضاءات اللي عليها مستحيل يفكر إن دي مزورة، يقولك بس الحق وباعوا البلد. والناس اللي بتعمل كده عارفين كويس قوي إيه الزرار اللي هيدوسوا عليه يعمل حالة الغضب والبلبلة، خلاص ما نفعش الزرار ده، إحنا عندنا كيبورد كده مليانة زرار عارفين إحنا بنلعب على إيه. فأرجوكم ننتبه، ومش كل حاجة بنشوفها على السوشيال ميديا إننا نصدقها.